الجمعه ثلاثه شو تنبير الجمعه ثلاثه شو تنبير المديرين ان شاء الله غيلتحقوا يوم فاتح شو تنبير الاساتذه يوم اثنين شو تنبير والتلاميذ يوم ثلاثه شو تنبير قبل استحقاقات الانتخابيه. بزاف الدخول المدرسي هذه المره، علاش السيد الوزير؟ لان بغينا شويه تقول لنا القرايه في اوت عاوتاني. كان راعي بالزمن المدرسي، خرجنا المقرر الدراسي السنه المدرسيه كامله، الموسم الدراسي كامل اليوم مؤطر فتره بفتره محطه بمحطه بالامتحانات بالامور كامله. دونك باش يمكننا نعتمدوا ذاك الايقاع المدرسي والزمن المدرسي كنقراو سته الاسابيع وكيرتاحوا اسبوع، سته الاسابيع وكيرتاحوا اسبوع. وهذا شيء جميل درناه السنه المنصرمه في ظل الجائحه. لهذا ارتئينا باش نبداو يوم الثلاثاء شو تنبير ان شاء الله، باش يوم الانتخابات غادي يكون يوم اللي غادي ما غيخدموش فيه الناس، غادي يمشيو يصوتوا. لان اولا بقى واحد العدد ديال المؤسسات التعليميه كيتستعملوا مراكز الاقتراع مكاتب التصويت، وايضا باش الاساتذه كيكونوا كيشاركوا في هذه العمليه ديال الانتخابات. لهذا ان شاء الله يوم 8 غادي يكون عطله، وباش عاود مباشره من بعد الاستئناف ديال ويكونش ارتباك في هذا، لان بالنسبه لنا راه هذا الدخول المدرسي عنده واحد الرمزيه كبيره. الجميع كينتظر هذا الدخول، خصنا نخلقوا واحد الجو ديال الفرح، واحد العرس، عرس تربوي، باش ان شاء الله كتنطلق هذه السنه في احسن الظروف ان شاء الله.